مين هالأبيض في العباية البيضة والطواقي على راسهم، منظرهم ولا أروع من هيك. صلوا وقعدوا هني يقروا قرآن. سبحان الله، الله ألهمني، قلت له معي شباب الأخوة، قلت له شو رأيكم هيك نروح نسلم عليهم، شوف هدول منين جايين، شو هل هن مسلمين أصلا ولا أسلموا، ولا أتعلم منهم. ابن لعندهم، السلام عليكم. وعليكم السلام. في بيناتهم واحد يحكي شوية عربي مكسر، الباقي كله يعني منين انتو؟ قال نحن من ألمانيا. انتو مسلمين أصلا ولا أسلمتم؟ فطلعوا بعضهم قال نحن أسلمنا الحمد لله. حكونا قصتهم باختصار، حقلكم إياها، إن حكونا إياها بتفصيل يعني. والله أخذت منهم درس ما بنساه بحياتي، بنساه. هني أطباء دكاترة، في منهم جراحين، في منهم أطباء يعني أدمغة، أكثر شيء هني أطباء رأس. قال أحدهم، واحد منهم، واحد كان يسخر من المسلمين عندما يراهم ساجدين على الأرض بالطرقات بمصليات بألمانيا، بيصلوا بينتلى المصلى فبيصلوا بالطريق الناس، وهذا نحن أول بسي معنا هون، سبحان هذا نعمة الحمد لله أنه بينتلى الجامع ما بيسع. كما قلت لكم لما كنت بالدنمارك من شيء 3 أسابيع 4 أسابيع، الكنائس فاضي، ما في حدا، الجامع على برا على الطريق، أرسيف وعلى الطريق يعني سبحان الله. فقال لما يسجدوا على الأرض، إنه في كان يسجدوا ناس مثلا، إنه كان يقول هو إنه طب ليش شو عم تيجي تنزل على الأرض هيك، يعني شو اللي عم تعملوه؟ كل ما يشوف هالمشهد هذا ينزعج، إلى أن قرر إنه طب في له فايدة هالمشهد هيدا، يعني إنسان إذا عمل هيك له فايدة. فعمل دراسات دقيقة طبية علمية، تبين معه أن الدورة الدموية تكتمل بالجسد كلياته عند السجود، وكل ما الإنسان سجد، قاعد يشرح لنا شرح علمي، كل ما سجد وطول بالسجدة تاعته الدماء كلها عم تنزل على الخلايا، بيطلع من السجود تنزل تعمل تجديد للخلايا، تبعد عنه تلف الخلايا، ببطل تنتلف الخلايا، فبيكون أبعد ما يكون عن مرض الزهايمر والأشياء اللي فيها خلايا الدماغ. قال عندها أيقنت أنه هل عم يعملوه؟ مين طلب منهم هذا الشيء؟ الله الخالق. فعلمت أن هذا الدين ودين الحق. قال نحن نطلق على أنفسنا مجموعة السجود. شو هالكلام هذا؟ شو هالروعة؟ والله إمنا من جلسة أدى العشاء وهيك، إمنا من جلسة صار سجودنا له معنى أكثر. تسجد بتحس إنه يعني هدول في ناس أسلموا وراء السجدة هذه.